مساء الخير، انا حنان سليمان من ومضة، وبنقابل النهارده باشمهندس حازم تراب، رئيس مجلس اداره شركه ايادي للاستثمار، وهي شركه بمفهوم واسع شويه هيحكي لنا عنه. اول مشروع ليهم بيعملوه هو مشروع انتاج اللحوم الحمراء، وهو بيعتمد على البيع من المزرعه للمستهلك مباشره. اهلا وسهلا. الفكره ان احنا حبينا ان احنا نعمل بعد ما الثوره الحمد لله نجحت، كل واحد جه في دماغه ان هو عايز يعمل حاجه لمصر. فاحنا كمجموعه من مهندسين واطباء ومجموعه من زمايلنا حبينا ان احنا نعمل حاجه مختلفه. اسسنا شركه مساهمه مصريه. الشركه ديت فكرتها ان كل واحد يساهم فيها بمبلغ من 1000 ل 5000 جنيه، بحيث ان احنا نكون راس مال حوالي 1,000,000 جنيه. المبلغ ده هنبتدي بيه مشروع ده يكون بينتج منتج، اهم حاجه يكون بينتج مش بيستورد، وبينتج منتج يكون المساهمين نفسهم محتاجين له. بعد كده ناخد المنتج دوت نسوقه لنفسنا، واللي يفيد مننا نسوقه اللي يحتاجه من الناس اللي يحتاج ان هي تاخد منتج موثوق فيه. بدأنا بالفعل بمشروع انتاج اللحوم الحمراء، وجبنا مزرعة وربينا فيها العجول، وطبعا استعنا بالخبرات من كلية الزراعة واستشاريين واطباء بيطريين، بحيث ان احنا نبني المزرعة او نجهز المزرعة بشكل علمي، ويتم متابعتها طبعا بيطريا والحاجات اللي هي الفنية دي. الحمد لله بعد حوالي 6 شهور من البداية بقى عندنا منتج. عملنا في العيد فكرة جديدة، ان احنا عملنا اضحية العيد عجول مش خرفان، بحيث ان انت تشتري صبع العجل بس، ما تشتريش العجل كله، بتخش على الويب سايت وتحجز صبع العجل بتاعك. بعد كده بعد ما الحمد لله ما نجحت في العيد، عملنا البرودكتس بتاعتنا بقى طلعت اللي هي اللحوم، برضو بيع من خلال الويب سايت، ما بنعملش منافذ بيع وكل شويه نبني منفذ بيع او نأجر منفذ بيع ونبيع من خلاله، لا، احنا عندنا الويب سايت، بتخش كانك في مكان تخيلي، كانك في جزار، بتخش بتختار قطعه اللحمه اللي انت عايزها زي ما انت متعود، بتسمي اللحمه روز بيف، بتسميها فيليه، بتلاقي التسميات زي ما انت متعود تسميها، بتخش بتختار القطعه اللي انت عايزها وبتحدد طريقه تقطيعها ازاي، وبتحدد هتتحط كل كيلو في طبق ولا كل نص كيلو في طبق، وبتقول كمان الكومنتس بتاعتك او الملاحظات اللي انت عايز تقولها للجزار وهو بيقطع اللحمه بتاعتك. بعد كده بيتم الذبح اسبوعيا، بيتم الذبح في طبعا في المجزر التابع للحكومه، وبيتم بعد كده التقطيع والتوزيع للمستهلك يوم الجمعه الصبح. بكده طبعا احنا بنضمن ان احنا بيجي لنا اللحمه فريش، في نفس الوقت المنتج احنا منتجينه، وشغلنا ناس كتير بمبلغ بسيط. انت بدأت ب5,000 جنيه مثلا او ب1,000 جنيه، شغلت ناس في المزرعة ديت واخدت منتج انت واثق منه، وفي نفس الوقت بإذن الله يعني يكون في ارباح تعود تاني على المساهم، نكبر بيها المشروع بتاعنا او ان احنا نوزعها في صورة ارباح نقدية. والفكرة جت حضرتك كنت صاحب الفكرة، جمعت ازاي العدد ده كله؟ هو اقول لحضرتك، هو في الاول طبعا هو الفكره جات لي انا، بس استعنت بناس انا اثق فيهم. كنا مجموعه مؤسسه، المجموعه المؤسسه ديت كنا 6، الستة دول بقى كل واحد بقى عباره عن نوت كده، يعني كانه هو نقطه انطلاق. النقطه ديت هو اقنع زمايله واصحابه، الناس اللي بيثقوا فيهم. احنا ما عملناش اعلانات او عملنا حاجه، احنا مش شركه توظيف اموال يعني، فاحنا كل واحد قال لاصحابه وقال لقرايبه اللي يحب ان هو يبقوا معانا، مش اي حد يعني. مش الموضوع، احنا قلنا احنا عايزين من 1000 ل 5000 جنيه، اي واحد ممكن يساهم، لكن احنا مش عايزين اي حد، احنا عايزين الناس اللي احنا نحب ان هم يكونوا معانا، ناس بتحب مصر وناس عايزه تساهم في مصر. على فكره حوالي 40% من المساهمين ناس من العاملين في الخارج، السعوديه وفي الامارات، وانتوا واغلبهم طبعا يعني الناس اللي داخل مصر دول في اسكندريه. يعني لا، في ناس من القاهره وفي ناس من المنوفيه، بما ان انتوا يعني مطاركم ابتديتوا اول مرحله من اسكندريه، طبعا بحكم معرفنا معظمهم من اسكندريه، لكن في ناس منهم كتير في امريكا وفي كندا وفي اوروبا وفي كذا مكان يعني. تمام.
طيب ليه قايم بس على انه الناس تساهم من 1000 ل 5000؟ هي الفكرة ان هو اولا مبلغ يبقى بسيط، ما تحسش ان انت الهدف من الموضوع هو جمع راس مال وخلاص. الحاجة التانية ان انت لما تخش انت كواحد داخل ب1000، اول واحد اصغر واحد واكبر واحد ب5000، ما تحسش ان في فروقات كبيرة. لما كمان نوزع الاسهم على عدد كبير من الناس، يبقى احنا كده عملنا حاجة اسمها يعني زي فصل راس المال عن الإدارة. راس المال لما يبقى متجزأ على عدد كبير ومفيش واحد هو اللي مسيطر على راس المال، يبقى كده اللي بيدير وهو مطمن ان هو مفيش، يعني مش هو المتحكم الوحيد. لا، انت احسنت في الاداره بتاعتك هتكمل، ما احسنتش احنا هننتخب مننا ناس تانية او من ناس كونسلتنتس او ناس اصحاب خبره اكتر هم اللي يكملوا. طيب احتياجاتكم في الاول مثلا راس المال اللي جمعتوه، جبتوا بيه مزرعة خاصة بيكم، مزرعة واحدة بيشتغل فيها قد ايه ناس؟ احنا طبعا راس المال 1,000,000 جنيه، ده رقم قليل قوي بالنسبة لمشروع انتاج لحوم. فأجرنا مزرعة، ما اشتريناش، أجرنا مزرعة. هو على فكرة بسهولة ان احنا، يعني مش بصعوبة قوي ان احنا لقينا مزرعة، لان للأسف في الفترة 10 أو 15 سنة اللي فاتت الانتاج الحيواني في مصر بينهار، في مزارع كتير جدا فاضيه خالص مش غير مستغله. فاحنا شفنا مزرعه من المزارع اللي هي كانت صفت واجرناها من صاحبها، من شغالين اسكندريه، في قريبه داخل نطاق المحافظه يعني، لكن طبعا مش في المدينه، يعني في محافظه اسكندريه، منطقه العمريه. مشغلين حوالي 4 أو 5 موظفين، منهم اللي في المزرعه ومنهم اللي في خدمه العملاء في المكتب. طب هل اصلا في احتياج يعني المشروع بتاع انتاج اللحوم الحمراء بيلبي احتياج عند الناس مش موجود؟ يعني هل ما فيش شركات تانية او حاجات وسيط تاني بينقل اللحوم من المزرعة للبيت وبرضه تكون طازجة وكده، وفي نفس الوقت من حيث التكلفة؟ يعني انتوا ليه مثلا الناس هتطلب شركة ايادي لتوصيل اللحمة بدل ما تجيبها من الجزار ممكن بتكلفة اقل؟ الفكرة مش تكلفة قوي. هي الفكرة طبعا ان احنا بنستخدم اعلاف طبيعية، المنتج بتاعنا موثوق فيه. دلوقتي في الواحد لما بيروح للجزار او بيروح يشتري لحمة من اي حتة، هو مش متأكد هي اللحمة دي بلدي 100% ولا بلدي ممكن تكون مستوردة وممكن تكون كانت مجمدة وتفكت. المشكلة حتة الثقة، حتة الثقة دي خلت الواحد مش مطمن. احنا لما دخلنا المجال احنا كنا فاكرين ان احنا هنطلع كيلو اللحمة ارخص من كل التجار، لان احنا اللي هننتجه. لما احنا دخلنا في الموضوع نفسه بقينا نشتغل فعلا باعلاف طبيعية واشتغلنا باشراف بيطري وعملنا الحاجات اللي المفروض تتعمل، لقينا ان التكلفة في الاخر، لا، سعر الكيلو ممكن يبقى اعلى، بس دي حاجة احنا متأكدين 100% ان هي مضمونة. بس هي دي الفكرة. فايه هو بقى الاختيار؟ الانسان هو بيحدد على حسب هو بيفكر في ايه. بيفكر ان هو عايز ياكل اولاده لحمه مضمونه 100% ولا بيفكر في السعر، فهو على حسب طبعا كل واحد هو بيحدد هو ايه اختياره يعني. طيب شكرا يا باشمهندس هيثم، شكرا ليك لوقتك.